لسبب بسيط، ان احنا ملناش علاقه بالوقفه ولا لينا علاقه باي ترتيب. فمن فضلكم بلاش نتجاوب مع اي انفعال، خلينا واقفين نهتف، لان الحقيقه الثالثه ايه؟ اعمال القانون باختصار إقالة المحافظ، لأن ده الحد الأدنى من قبوله، لأنه راجل بيكذب. نمرة اتنين، القبض على كل المتورطين وعلى رأسهم العقيد أيمن فتحي مباحث مريناب والشيوخ اللي حرضوا. إصدار بيان من مشيخة الأزهر الإمام أحمد طيب يقول فيه نظرة الإسلام للأباط لو هم كفار يقولوا لنا. الدكتور علي جمعة لازم يعتذر لأن منسوب له فيديو بيكفر فيه الأقباط، وقرار بإعادة بناء الكنيسة على نفقة المجلس العسكري وعلى نفقة الدولة بنفس المواصفات اللي موجودة في الرخصة. في أسماء معينة حضرتك شايفها متهمين؟ على رأسهم أيمن فتحي وشيخ الجامع والمحافظ من اسمه؟ اسم شيخ الجامع؟ شيخ الجامع أنا كاتب اسمه هنا، الشيخ جابر العبادي والشيخ حبيب، حاضر يا بون، والشيخ حبيب منصور سيد. الاعتصام مفتوح لحين صدقني الشباب هم اللي هيكرروا، احنا ما بنكررش حاجه خالص، الشباب اللي بيكرروا. انا سمعت حضرتك اجي لك بالليل ولا اجي لك الصبح؟ الله اعلم. احنا مصريين ولا مش مصريين؟ متاكد؟ بس بقى هي دي مطالبنا. انا مصري، عايش مصري، بقى هي دي مطالبي. زي ما انت عايز انا اعيش. يبقى في ايه تاني؟ بس انا عايز اعيش مصري في البلد. مفيش خانة ديانة، مفيش حاجة اسمها تمييز بينه وبينك، أنا زيك. يبقى ليه؟ هو ده طلبي. يعني المفروض حضرتك من غير ما تيجي تسألني إيه طلبك، تقول لي طلباتك مجابة لإنك مصري زيي. أنا أقصد أسباب المشكلة اليوم، يعني الوقفة من إمبارح. دي مشكلة بقى لها آلاف السنين، مش من النهاردة. دي مشكلة بقى لها سنين وأيام، آلاف، مش النهاردة. يبقى المفروض حضرتك تنظر لهذا الأمر من غير ما تسألني عليه. بس. من دور العبادة ما تمس. العفو.